كتحس بانه بغى كيعرف بغى يعرف منك اللي تنتظر انت باش يعطيه لي ساسي فو. هذا خطا. انا فاش تنسولك افترض فيك انك تعرف كل شيء، واحيانا في الغالب انا غنقول لكم واحد السر. لو فيت انك الدبلوم ديالك او الشهاده ديالك حصلت عليها باش تنفعك، راه ما تنفعكش في الخدمه، تنفعك في جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو باش كتدخل عند هذاك المدير، سواء كان مدير عام او مدير توظيف او صاحب مشروع صغير، باش كتدخل عنده هذاك الشهاده باش تنفعك. اين فوا فاش كتجلس معاه راه ما باقيش تنفعك الشهاده، تنفع اشنو عندك في اخلاق شخصيتك هي تنفع. فهداك الشيء هذا غير كتخليك انك تدخل لهذيك البلاصه، انك كتجلس كتعطيك هذيك الفرصه تهضر فيها.